ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. دع الأمر بيدها. تتصل مع الفضاء وأنت في بيتك، وتتصل بما يملك خيالك من هواجس وأفكار صغيرة أو كبيرة، وتفكر من جديد أين السعادة، أين المتعة التي يتوخاها المرء، أين هي تلك اللحظات. أنت في الحياة معرض للأخطاء، فلا كمال فيك لا كمال، ولا كمال فيما ورثت من ثقافة لا كمال، ناقص صغير اسمك الإنسان، لا مجال للجبروت لديك، فما أعطيت لا يؤهلك للقيام بذلك، ما أعطيت يدعو للسعادة حقا لكنه يدعو أيضا للبكاء. دع الأمر بيد المرأة وامضي، فهي المؤهلة للقيادة، هي بيت الأمان، هي المتوجسة القلقة، هي التي تحسب الحساب حتى في غمرة لهوها، فإن في عقلها تدور الأفلاك وتتعقد النظريات وتحل الأزمات، هي مصدر القلق ومصدر الراحة، هي من يقلبك على فوهة بركان، وهي من ينيمك على ريش النعام. القداسة في داخلك لكل الأشياء، فليس ضربا من الشكر أن نردده بعد الطعام. أعطيتنا القوت، أعطيتنا ميزة الاستمرار، أعطيتنا طاقة مفعمة بالحياة. حي على الحياة، حي على الضمير الصاحي في كل لحظة حتى في لحظات السكون، حي على الوضوح، حي على الإبهام. لا تلغي الآخرين كي تجد نفسك، فوجود نفسك أهم من ذاك. الزهد عبادة فاجرة، لا تتوخى الأخذ، وغير مرغمة على العطاء قمة الحياد. أما الكتاب فيقومون بموقف المتفرج ويدونون، زاهدين بالحياة، خائفين منها، تعلموها عن طريق السمع، عن طريق القراءة، عن طريق المشاهدة، لم يدخلوا خضمها، فخضمها قاع، والكاتب يا حسرتي عليه حابب يترفع عن القاع. وإذا قال هنري ميلر إن كان الشاعر في القاع فاقلب المجتمع رأسا على عقب، فلا تبتئس، تلك حقيقتك أيها الشاعر. أنت تأتي من القاع ولا تهاجر عنه، رغم قذارته، رغم قسوته، رغم برودته وظلامه، لأنه وطنك، فيه سعادتك، فيه لحظات هناءتك التي قدمت ما قدمت كي تحظى بها، فهنأ في القاع، فلا قمة على أرض الحياة. أفضل حالاتك عندما تخرج أوساخك منك، تشعر بالاسترخاء، وهذا ما عليك فعله باستمرار، تتمتع به، فهو ما يجدد الدم النظيف داخلك، هو ما يجعل منك كتلة من الإشعاع والبهاء، ماسة نقية تستطيع أن تلمح تكوينها من كل الأنحاء، فتعجب بخلق الله. هؤلاء هم خلق الله، هؤلاء من نفخ فيهم الحياة وعرضهم لشتى الأوقات، فكانوا خبرة البشر بعطاءات الإله، تلك العطاءات التي لا يراها غير خلق الله، فالشكر إذن على كل ظرف واجب. شيطانك في داخلك لا يغفر له إلا إذا ألهمك بالإبداع، لا شيطان مستحب سوى شيطان الشعر، ذلك الباسم الضاحك على الدوام، وللشيطان أنواع، أنبلها وأخفها ظلا شيطان الإبداع. هردبشت. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.